بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أوقدوا الشموس، انقروا الدفوف، موكب العروس في السماء يطوف، والمنى قطوف في السماء تطوف، يا حبيب الروح تائه مجروح، كله جروح، لا إذن بالباب شوقه دعاه، والرضا رحاب يشمل العفاه. طاف بالسلام طائف السلام يوقظ النيام، عهده الوثيق واحة النجاح، أول الطريق هو منتهى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الحقيقة الحديث هذه الليلة أنا سأحاول أن أكون تلقائيا لأني مشتت جدا، والحزن على الدكتور محمد يوسف سلامة الحقيقة لم يمكنني من لا من اليقظة ولا من المنام، فأنا في حالة اندهاش وتأثر بهذا الحادث يعني أو الجلل، الخسارة الفادحة التي منينا بها برحيله عن الدنيا وهو في شرخ الشباب. ما زلت منذ يعني أودعناه قبره رحمه الله تعالى وعوضنا فيه خيرا، ما زلت منشغلا في اليقظة أو في المنام من طريقة كلام بعض الناس، حتى يعني هذا اليوم كنت نائما فرأيت فيما يرى النائم كأني في بيتي وهو يزورني، وأنا كأني أعلم أنه مات يعني، لكن هو ده المنام، تعرفون التعبير بيكون فيه نوع من الترميز، فكأنه كان يعني يزورني وجلس معي ثم خرج لأوصله، فخرجت من البيت سيدة اسمها عزيزة، ثم خرجت فتاة اسمها سناء ليودعوه، فهذه الفتاة التي تسمى سناء مدت يدها وهي أجنبية عنه فصافحته، وتعجبت هذه السيدة الكبيرة اللي كانت موجودة، وأنا تعجبت، ثم قلت لها لا، دول لهم التزام بالنوع خاص يعني، لهم قوانين أخرى أو قواعد أخرى، لهم التزام بتاعهم هما. ثم صحبته في الطريق في شارع، وأنا أقول في نفسي طول ما أنا ماشي في الطريق اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وأنا ممسك بيدي وأمشي معه في الطريق إلى أن أوصلته إلى يعني حارة أصغر متفرعة من هذا الشارع. الشارع ده في منطقة كرموز قريبة جدا من المقابر، قبر عمود السواري حيث دفن رحمه الله، والشارع الرئيسي اللي كنا ماشيين فيه اسمه شارع النيل. أنا فاكر ترتيب الشارع اللي هو دخل كان المفروض هيدخل فيه، وهو كان هيدخل فيه في يعني واحدة في هذا الشارع اسمها نورة. فأنا لما استيقظت من المنام جلست أفكر يعني ما هذه الرؤية، وليس لست ممن يتجرأ على تعبير المنامات، لكن حاولت أفهم بعض الرموز فيها، مثلا أن النيل من الجنة، السناء في اللغة هو العلو والارتفاع، ثم تذكرت أن اسم السيدة والدته الأستاذة عزيزة كاتو شاعرة مشهورة اسمها تلقب بشاعرة الإسكندرية،
فما كنت أستحضر هذا، لكن وأنا أتكلم مع والدته تذكرت هذا، أن هذا اسم إيه والدته. وبعدين أنا عايز قلت طب عايز أعرف يعني شارع النيل، لأن النيل من الجنة، طيب الشارع ده اسمه إيه؟ فأنا أستطيع أحدده يعني كم شارع واسم الشارع إيه، فكأني أرى المكان. فأتاني أحد الإخوة وقلت له إن رأيت كذا وكذا في المنام، فأريد أن أعرف اسم الشارع الذي كان يدخله. أنا لو أمامي المكان، فقلت لو عندي وقت أنا أذهب بالسيارة وأشوف اسم الشارع، لأن ممكن يكون له اسم إيه له علاقة بالرؤية نفسها. فالأخ قال لي لا ده إحنا فيها، فتح الآيباد وبالجوجل إيرث فتح جاب شارع النيل وجاب المكان، اتضح بقى اكتشفنا المكان الشارع اسمه شارع الداوودي اللي هو فيه واحدة اسمها نورة اللي هو رايح في نفس المكان ده. وطبعا هو الشارع ضيق والشوارع دي بتؤدي للمقابر، فأحد الإخوة المعبرين عبر بأن دي معناها أن يعني إنارة قبره، أن نورة من النور يعني تنير قبره رحمه الله. وبعدين لقيت الشارع اللي بعده اسمه شارع رحاب، مش الرحاب، رحاب. اتضح أن له أخت تحمل نفس الاسم، وبعدين رحاب، وبعدين متقاطع مع شارع تاني عمودي عليه اسمه شارع الرضا. فالمهم يعني دي شفناها في الخريطة بتاعت جوجل، شارع يبقى فيه الرضا والرحاب. فأنا تذكرت قلت الرضا والرحاب أو الرضا رحاب، ده أنا دي فاكرها جزء من قصيدة. ماشي، عدت أسترجع القصيدة لطاهر أبو فاشا قديمة قوي قوي. هو العبارة اللي كانت أنا فاكرها، أنا كنت أحفظ طبعا هذه الأشياء جدا وأنا صغير. فتذكرت أن في بيت من الشعر بيقول والرضا رحاب، ففي ربط بين الرضا والرحاب، هي بالضم بقى من صححها تقول بالضم. حاولت أتذكر القصيدة ما قدرتش أتذكرها من أولها، فجبتها يعني من النت وكتبتها لطاهر أبو فاشا. القصيدة دي ألفها طاهر أبو فاشا في جواز، يعني تجاوز في التعبير، إن كأن رابعة العدوية لما توفيت كأنها كانت تزف إلى السماء بعد وفاتها، وإنها كأنها كانت بعد موتها تنشد في وسط الحور وكذا وكذا لقاء، يعني تصف كيف لقاءها مع الله. إذن برضو نفس القصيدة طلعت إيه في شخص بيموت ويرتفع إيه إن شاء الله يعني. فبتقول إيه القصيدة؟ أوقدوا الشموس أنقروا الدفوف، موكب العروس في السماء يطوف، والمنى قطوف في السماء تطوف، يا حبيب الروح تائه مجروح كله جروح، لا إذن بالباب شوقه دعاه، والرضا رحاب يشمل العفاه، طاف بالسلام طائف السلام يوقظ النيام، عهده الوثيق واحة النجاه، أول الطريق هو منتهاه. فلفت نظري كلمة والرضا رحاب وفهمتها إن دي بترمز لإيه، شارع الرضا وبيتعامد مع شارع الرحاب، هو أول شارع بعد الشارع المفروض يعني في التعبير ده في قبره قريبا من شارع النيل. فلفتت نظري كلمة الرضا رحاب، يعني إيه جاب كلمة رضا ورحاب. ثم بعد ذلك تذكرت إن دي كانت في إيه، في رثاء على لسان رباع العدوية بعد موتها، فكأن هذا يعني مقصود به هو أيضا، لأنه بعد موته هذه الرؤية يعني. فيقول يا حبيب الروح تائه مجروح كله جروح، لا إذن بالباب شوقه دعاه، والرضا رحاب يشمل العفاء. رحاب يعني فسيح شامل، فسيح جدا. يشمل العفاء جمع العافي، والعافي هو الذي يقصد الخير، أي شخص يطلب الخير أو يسأل الخير. والرضا رحاب
يشمل العفاء. فالحقيقة يعني هذه يعني إن شاء الله إن كانت رؤية فهي يعني تبشر بإذن الله تعالى له بالخير. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.